الوزيرة والزميلة الفاضلة أستهل هذه المداخلة بتوجيه الشكر الجزيل لكم على دعوتكم الكريمة للقيام بزيارة عمل هذه التي مكنتنا من الوقوف عند الكثير من الملفات ذات الاهتمام بالنسبة لبلدكم ولبلدي. المحطة الأولى كانت الوقوف عند العلاقات الثنائية الممتازة التي تربط بلدكم ببلدي، كما تطرقنا إلى العديد من القضايا الجهوية التي تشغل بال ألمانيا والجزائر، وتطرقنا كذلك إلى الكثير من الملفات ذات البعد الدولي. وقبل أن ألخص تقييمي الشخصي لهذه المحطات، أود أن أتوجه بالشكر وبالشكر الجزيل لحكومتكم على الدعم الذي قدمته لبلدي بالنسبة لترشحه لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن. كما أشكركم كذلك على دعم حكومتكم لبلدي إثناء ترشحه لمجلس حقوق الإنسان. وشخصيا أقرأ هذا الدعم كتثمين لجهد الجزائر في إرساء قواعد دولة الحق والقانون، دولة تحترم حقوق الإنسان كهدف أسمى، ونحن نثمن غاليا هذا الدعم وهذا التعامل بين بلدينا في مجال حقوق الإنسان الذي نوليه نفس الأهمية ونعلق عليه نفس الطموحات، نفس التطلعات ونفس الأمال. فيما يخص العلاقات الثنائية، أشاطر تماما ما جاء على لسانكم حول الآفاق الواعدة للتعاون بين بلدينا في ميدان الطاقات المتجددة وعلى رأسها الأكسجين الأخضر. نحن نثمن ونرحب بالتوقيع على الاتفاقية بين ألمانيا والنمسا وإيطاليا فيما يخص المشروع التاريخي حقيقة، المشروع العملاق المسمى ساوث إتش 2 كوريدور. إن الجزائر على أتم الاستعداد للتعامل والدخول بقوة في هذا المشروع قصد إنجازه بالتعاون معكم ومع الشركاء الأوروبيين الآخرين، لأنه حقيقة مشروع يمكن أن يوصلنا إلى الهدف المنشود، وهو تغطية 10% من الطاقات المتجددة لأوروبا في آفاق 2050. لا أريد الخوض في كل الأبعاد لتعاوننا الثنائي لأنها عديدة ولأن إنجازاتها سخية، لكن التقييم والتقييم الشامل هو أن العلاقات بين ألمانيا والجزائر بخير وبألف خير. فيما يخص الملفات السياسية الجهوية، تكلمنا كثيرا على الوضع الأمني في الساحل وفي مالي، وأود الاعتراف أمام الجميع هنا أن ألمانيا تكاد أن تكون جزءا من منطقتنا،
لأنها معنية بكل الملفات والأزمات الموجودة في منطقتنا. تكلمت السيدة الوزيرة عن دور ألمانيا في ما يخص السودان، وأنتم موجودون كذلك في الملف الليبي، موجودون كذلك وبقوة في ما يخص الوضع الأمني في النيجر. رئيس سابق لألمانيا شغل منصب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فيما يخص الصحراء الغربية، وأنتم جزء فعال وفاعل في الوساطة الدولية في مالي، وأنتم كذلك جزء في الجدار الذي حاولنا ونحاول أن نبنيه لردع الإرهاب في منطقتنا. فبكل هذا التواجد الكثيف قلت أن ألمانيا تستحق أن تكون دولة عضوة في الساحل وفي المغرب العربي، نظرا لما تقوم به من إسهامات في مجال التعاون والأمن والاستقرار في منطقتنا. تكلمنا على الأوضاع في مالي وحرصنا على مواصلة الإسهام في تطبيق اتفاقيات الجزائر. تكلمنا كذلك على الوضع الأمني في الساحل. أود أن نختم هذه المداخلة الافتتاحية بالتركيز على أهدافنا من خلال عضويتنا في مجلس الأمن. إن الجزائر ستعمل وتعمل بقوة في داخل مجلس الأمن من أجل المبادئ والقيم والمثل التي دافعت عنها ووقفت من أجلها، وهي التعاون، بناء الترابط المتكافئ، السلم الدولي والأمن الدولي، وملف آخر وليس أخير وهو دمقراطة المنظمات الدولية لإسماع أصوات الجميع، أصوات أو صوت البشرية جمعاء.